فضيلة الشيخ، هل توجد عاد الثانية لقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى؟ نعم، عاد الثانية هي ثمود، عاد الثانية هي ثمود، وعاد الأولى هي عاد إرم ذات العماد. نعم، عاد الأولى، عاد الأولى عاد إرم ذات العماد، وأما عاد الثانية فهي ثمود صاحبة بلاد الحجر شمالي الحجاز، وأما عاد الأولى فمحلها بجنوب الجزيرة، الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية. نعم.